السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد أوقاتكم جميعاً، أهلاً وسهلاً فيكم. الله يسهل للجميع إن شاء الله طريقه وينور له دربه اللي مسافر، ويوصل بخير وسلام إن شاء الله لوين ما يكون مسافر. للتوضيح، هذا الفيديو مأخوذ من شخص تصهر على طريق اليوتيوب، وأنا شفت كل الأجزاء. هو منزل فيديو لتلات أجزاء، شفته كله. هو منزله بعام 2018 الشهر الرابع. هو طلع، انا ما طلعت، انا بس عم وضح كخدمه للناس على اساس انه تكون واضحه لهم، ممكن تكون احد الخيارات المتاحه. التوضيح، انا ما طلعت، هذا بس الفيديو للتوضيح انه ممكن يكون خيار لك في السفر، انه ممكن تستفيد انت من هالفيديو وتشوفه. وانا ما بدي منك شيء غير انك تدعمني بلايك وانك تنشر المقطع للناس. خلينا نبدا. طبعا هاي البوسنة والهرسك مثل ما كن شايفين تماما، وهي المدينة تبعيتها، العاصمة اسمها سراييفو. سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك. طبعا بدك تطلع انت على منطقة اسمها بيخايتش، هاي منطقة بيخايتش. من بيخايتش انت فيك توصل لهنيك، بتركب تاكسي بياخد منك 20 يورو. بس قبل ما اقول لك انك تركب تاكسي، خليني اوضح لك الفكره بما انه ظاهره قدامنا. هلا هي بيخايتش بالبوسنه والهرسك، وهي بلفيكا جزيره. نحن بدنا نروح على بلفيكا جزيره، ماشي، هذا الهدف اللي نحن بدنا نوصل له بالنهايه. مو جزيره، مو هي اللي قبلها، على اللي فوق على جزيره. خليني بقى اقول لك كيف الطريق. من بيخايتش بتركب تاكسي، مو تاكسي نظامي، بيقلك بيحط فانوس فوق السيارة ولونه أصفر، بياخد منك على السيارة 20 يورو، هن طلعوا مجموعتين. المهم، من بيخايتش بتركب التاكسي بتطلع هيك باتجاه الشمال على منطقة اسمها برنا جافور. هاي المنطقة برنا جافور، هون في مركز تسوق تجاري، تمام؟ هلا بيظهر معك، هاي مركز التسوق هون. بس وصلت لمركز التسوق، خليني هيك ارجع شوي صغيرة لحتى انت تكون واضحة من الجوجل كيف انك انت نقطة الانطلاق تبعيتك كمشي. شايفين هاد المنعطف هون، هذا المنعطف. طبعا هاي هون الممر اللي بيكون معه فيزة شنجل اللي بيمرق منه. هذا المنعطف مقابيله تماما في منعطف هون، تمام؟ عند هذا المنعطف انت بدك تبلش نقطة الانطلاق تبعيتك. لنفرض انه التاكسي ما رضي يوصل معك لهون، عادي بتنزل من مركز التسوق من هون. عرفت كيف؟ خلينا نبدا بالمقاسات. من مركز التسوق من هاي النقطه هون بتنزل، بتمشي للمنعطف اللي نحن حكينا عليه، 1 كيلومتر تقريبا اضافه. على يمينك هذا المنعطف اللي عند الام 5، وعلى يسارك في مطار عسكري. بدك تنتبه لهذا المطار، شايفينه؟ هذا المطار العسكري. المهم، انت بدك تطلع هيك مباشرة. يفضل هاي المسافة تكون مشي سريع. هلا انت لهلا هون ضمن البوسنة، وهذا الخط اللي هو حدود كرواتيا. طبعا الحدود ممكن يكون هن عندهم اشعة تحت الحمراء ممكن يشوفوك فيها، بس بدك تنتبه انت وتكون سريع. طبعا الانطلاق بيكون بالليل. كل العالم انا والفيديوهات اللي شفتها والفيدباك اللي اخذته من الناس، 10 بالليل ببلش الانطلاق. طلعت انت، وصلت لهي النقطة، عبرت الخط هذا السير. طبعا بسرعة شوي بهالمنطقة يفضل هون، تمام؟ عبرت انت هي النقطة، ثبتنا هون نحن مشان نعرف وين نبدأ. شايفين كيف؟ الخط تبعك بده يكون موازي لهذا الخط تقريبا، بس انت بالنص. ويفضل انه تكون قريب من الشجر اللي هون نوعا ما، بحيث اذا طلعت الطيارة وصارت تضرب عليك ضوء، تحسن انك تتخبى انت والمجموعة يلي معك. طبعا يفضل انك تطلع مجموعات، لانه ممكن تلاقي حيوانات بالطريق مثلا. بس هو على هوا ما حكى صاحب الفيديو انه ما كان فيه غير كلاب، اجلكم الله. المهم، انت مشيت موازي 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 موازي، ماشي هيك بخط مستقيم لتوصل لهالنقطة. هاي هون بتضل قريبة من الشجر، هاي نقطة لهلا 5 كيلومتر نحنا مشينا. بس مشيت، هلا كمان بدك تمشي هيك موازي للشجر لتوصل بهالفراغ. شايفين هون لهون عند هذا الشجر في فراغ واضح بيناتهم.
طبعا المعالم بتكون واضحة ان شاء الله، ما بيكون في تلج، وبتحسن توصلوا للمعالم الواضحة امامكم. هلا هون بس وصلت، فيك تطلع على الزفت عادي، مسافة قليلة، شايفين تطلع على الزفت، مشيت للزفت هيك، هون في بيت ابيض مثل المواضع، شايفين قفل البيت الابيض. خليني افتل هيك الجوال، هذا خط توتر عالي، توتر عالي يعني كهرباء، بدك تمشي منه. عم يقول فيك تمشي يمين الطريق ولا يسار الطريق، خلينا نشوف لكم بال 3D. طريق سالك ما في اي مشاكل، على هوا مالي شايف انا بال 3D. تمام، مشينا 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 مشينا، خليني بعيد المسافة لتعرفوا وين بدكم تمشوا. شايفين طبعا الستة كيلومتر من البداية من عند برناغافور. تمام، وصلنا لهي النقطة الثانية، بتلاقوا هون في بياض على يمينكم عند نقطة البياض تماما، شايفين. هلا هون بدك تاخذ يمين انت لحتى تطلع توصل لهذا الشارع. هلا انا هون على 3D مثلا عم بعمل هيك على 3D، هو عم يقول انه هون جسر وما فيك تطلع مباشرة، عرفتوا كيف؟ انه هذا جبل وجسر فوق الجبل، انا ما زبطت معي منطقيا، ممكن هو عنده خربطة بالحسابات، انه هو بده اياك تمشي هيك انت من هذا الخط اللي رسمت لك يا انا، عرفت كيف؟ تمشي هيك، ترد ترجع برجوع هيك نقطة صغيرة، هو عم يقول ما بدي احط نقطة كمان، ويمشي بهالفضاوي هي. هلا انا رح امشي على خط السير تبعه مثل ما هو رسم، بدك تمشي هيك بهالفضاء كيف ما بتحب انت، المهم هدفك هذا الجسر. عم يقول انه هون في رجار مي ونظيف، شايفين شكله جبل هون. هلا هي النقطة ما جسر عادي، ليك وانا شايفه حتى 3D فينا نشوفه، شوفوا كيف يعني عادي بيحسن يمشي الواحد، بس هو سبحان الله بيجوز اول مرة وكتر خيره الزلمة بكل الحالات، شايفين يعني عادي ما في جسر حتى، يعني ما في جسر. ما علينا، خلينا نكمل طريقنا اللي هو الرسم، توصل لهون طبعا. بس وصلت لهون تفتل هيك طريقك عن طريق اليسار وبتضل ماشي بهالطريق. المشي هون بده يكون سريع، قال انه اذا مرقت سيارات يعني ما كتير بدي اقول، لانه بتكون الدنيا بليل وما كتير بيمرق سيارات بهذا الشارع، شايفين. مشي 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 مشي، لهلا نحن ماشيين تقريبا 7 كيلو 8 كيلو تقريبا، ما بيأثر، بتضل عم تمشي بتضل عم تمشي بتضل عم تمشي لحتى يجيك هذا المفرق. هذا المفرق نفسه الطريق حتى لو كملت دغري، بس انت هذا الطريق اللي على اليمين بيكون مهجور على اساس انه ما تصادف سيارات كتير، يعني انت عندك هالمسافة هاي شايفين من هون لهون بدك تمشي بسرعة، هذا طريق زفت، هذا بتكون مكشوف للناس انت. تمام، بعدين انت بتحول لهذا الطريق الفرعي. خلينا كمان نحط لكم هيك نقط تقريبية عشان تشوفوا قديش انتم مشيتوا. هون عم يقول هذا معمل، هاد معمل، هون طلع لون كلاب رموهم بالحجر، والموضوع كان عادي جدا يعني، ومرقوا الطريق بخير وسلامة والحمد لله، وصلوا لنقطتهم وسافروا للبلد اللي هن بدهم يروحوا له. هون عم يقول انه هذا مطعم، هذا الوحيد اللي كان فيه ضوء، ما تخاف، بس انت حاول انك تمشي بدون ما حدا يحس عليك، شايفين. وهون في طريق شايفين صغير تمرق منه، شايفين، بدك تقطع بقى انت هلا الطرف الثاني. معلش انا الفيديو ما بدي يكون طويل كتير عليكم حتى ما تملوه، بس قطعت الطريق الثاني كيفك يعني، انت بتشوف من هاي النقطة من هاي النقطة، المهم انك بدك تقطع للطرف الثاني مثلا على منطقة الفضاء هاي، عرفت كيف. وبدك تبلش هلا بسيرتك بقى محازي للأشجار، محازي، واحيانا فيك تقطع مثلا بين الغابات، شايفين. اتناش كيلو لهلا، شايف الخط بده يكون موازي لهذا الشارع اللي على يميني. بس هون بدك تمشي هيك على الطرف، عم يقول انه هون في ساقية مي على ما اظن بهاي المنطقة، شايفين، اللي معه اناني بيعبي المي بيموي المي وبيمشي هون بهالمنطقة هاي.
بدك تكون قريب من الشجر وقريب من الشارع حتى تكون. وعم يقول انه هون الطرقات كتير سهلة يعني، ما لها صعبة يعني، جميلة جدا. عرفتوا كيف؟ والله في مشي، بدك تضل تمشي هيك هيك بين الغابات. طبعا قريب انت هيك للشارع يعني، بتشوف لحتى توصل لهذا الشارع هون. بعدين هو مرق، قال هو شاف هون مدري مطعم مدري شو، بس ما استرجع انه يمشي بهذا الشارع، فصار يمشي بقلب الغابات. طبعا الغابات هي كلها مريحة يعني، لا تغرك الكثافة على هو ما عم يحكي. ريحوا هون هنين، قال انتظروا قفا هون، سوري خلينا نرجع وحدة هون. ريحوا هون، وهون نقطة الانطلاق هذا الباص. شايفين عم يقول انه هو بعض في اكثر من رحلة، بس لا تكونوا الصباح هون. هون بقى خلص انتوا بترتبوا حالكم وبتظبطوا اموركم. اللي معه مثلا شنات زياده او رحاله بقيمه بيخلي معه شنطايه صغيره مشان تضيع مع السياح، لانه هاي المنطقه سياحيه. نرجع نحن بنشوف انه هاي منطقه جزيره، شايفين نحن وصلنا لها بخير وسلامه. وهي الباص، هذا الموقف يعني المسافه كلها تقريبا لحد هون عبارة عن 18 كيلو متر. ومن هون بتطلع بالباص بعد ما تكون نظفت اواعيك، بتضيع مع السياح وبتقله لزغرب او في تكاسي ممكن، بس ما بعرف قديش التكلفة، انتم ممكن تشوفوا. والله يسر للجميع، وانا افضل انه ما حدا يحكي عربي مثلا، وممكن انكم تكونوا اتراك او اي دولة تانية تعملوا حالكم وتظبطوا اموركم. وان شاء الله هيك بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.